تحت شعار على معرفتها دارت القرون الأولى، أطلقت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة مسابقة أدبية شاملة حملت اسم مسابقة أم البركات للكتابة عن فضائل السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام، وتدعو الأدباء والمبدعين للمشاركة في مجالاتها المختلفة، وهي القصيدة العمودية، الرواية التاريخية الأدبية، المجموعة القصصية، النص المسرحي. وحددت يوم 13 من كانون الثاني وحتى 15 من تشرين الأول لعام 2023 موعداً لاستلام النصوص على أن ترسل النصوص الألكترونية أو المطبوعة إلى الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة أو عن طريق البريد الألكتروني info@alkafil.net. لمزيد من المعلومات زوروا موقع شبكة الكفيل العالمية www.alkafil.net.